وهكذا أحبائي في أيام صموئيل النبي عندما أخذ تابوت عهد الرب، إسرائيل مارس الخطية حتى في الكهنة، عالي الكاهن وأولاده كان يضاجعوا النساء وكانوا بيسخروا وبيستهزئوا من الذبايح الناس اللي كانت تقدمها، فأخذوا تابوت العهد يعني ظنوا إنه الله معهم، حضور الله، لكن نسي إنه الله فارقهم. مكتوب في صموئيل الأول إصحاح 4 آية 22 أخذ تابوت الرب، زال المجد من إسرائيل، مات عالي الكاهن، قتل أولاده 2، وأخذ تابوت العهد أخذوه أقطاب الفلسطينيين. الفلسطينيين يعني اللي هي أشدود، أشكلون، جت، عقرون وغزة، هذول الخمس أقطاب الفلسطينيين. لكن الله ابتدى يضربهم، أولا ابتدى يضرب آلهتهم، دجون اللي هو نص سمكة يسقط أمام الشعب، وبعدين عرفوا أدركوا أنه الموضوع أكبر منا، فبسبب هذا الموضوع الرب ضربهم بالبواسير، فأخيرا أدركوا قالوا طب ما إذا الرب ضرب مصر وعظمتها إحنا شو بدنا نعمل أمام إله إسرائيل. وفعلا بعثوا ثبوت العهد وأرجعوا معاه هدايا وكفة الضرب عن شعب الفلسطينيين القدماء. أحبائي، لأنه إذا أغلظ قلوبهم مبدأ الله أنه أجرة الخطية موت، وأنه الإنسان لابد أن يدفع ثمن الشيء اللي بيعمله.